فانا النهارده عايزه اعمل معاكم كيكه الفستق مع البرتقال. هي بصراحه طعمها حلو جدا جدا جدا، ماشي. فكمان غير ان هي طعمها حلوه، هي شكلها ندرة، عشان لما بنقطعها كده اهوت يعني لونها من جوه، مش هقول لكم، هتشوفوا ان شاء الله، يعني لونها حلوه، واحنا كمان هنزينها بطريقه لطيفه ان شاء الله هتعجبكم. عشان نبتدي احنا في الكيكه، هناخد مع بعض السكر والزبده. عندي هنا زبده وعندي 175 جرام سكر، فهنحطوهم في العجينه، وعايزين نضرب الزبده مع سكر كويس عشان تبقى تعمل زي الكريمه بيضه كده اهوت. ودي حاجة مهمة في أي كيكة عشان المكونات كله يتخلطوا مع بعض كويس، تمام؟ فاحنا هنخلط الزبدة مع السكر كويس جدا عشان تعمل كريمة. عندي كمان هنا بيض، لما الزبدة مع السكر يتضربوا كويس على بعضه هنحط بيض واحد واحد. عندي هنا تقريبا 175 لا 75 جرام من اللوز، فانا قشرته وحمصته شويه، بس هو اتحمص مني زياده شويه، مش ضروري، يعني احنا ممكن ناخد لوز ونقشره ومش ضروري نحمصه، يعني زي ما انتوا عايزين، يعني هو بصراحه زي ما انا بقول اتحمص مني شويه. فهنضربه دلوقتي في الخلاط، وعندي كمان فستق برده 75 جرام برده هنحطه على الوسط. اهي عندي هنا اللوز، وهنا انا عندي هنا فستق زي ما احنا قلنا 75 جرام و75 جرام. عندي كمان بشره برتقال، برتقانه واحده على مبشره رفيعه. دايما بتكون الطعم الكيكه احلى لو بشرناها على مبشره رفيعه. عندي كمان عصير بتاع البرتقانه واحده، بس هنشوف على الشكل بتاع العجينه ذات نفسها هنحتاجه كله او اقل شويه. عندي هنا كمان 175 جرام من الزبادي الساده، فبرضه هندخل في الوصفه. عندي هنا كمان بشر ليمون، بشر ليمون برضه بيدي طعم لطيف كده، وهنسيب منه شويه عشان هنخلص الوصفه الشكل بتاعت الكيكه بيها، تمام؟ فدلوقتي عندي الزبده والسكر اتضربوا كويس على بعضه، فدلوقتي هنحط البيض عليهم. ادي بيضه واحده، وادي بيضه ثانيه، وبرده الحاجات تتضرب على بعضها، وهنبتدي نحط المكونات الثانيه، الزبادي والدقيق والفستق واللوز كمان. هنا عندي كمان واحد تك من بيكنج باودر عشان برده نحط مع الوصفه. دلوقتي واحده واحده هنبتدي نحط الدقيق. اول ما دربنا البيض في المكونات كلها، عايزين ننزل بالدقيق واحده واحده عشان البيض ما ينزلش تحت. دلوقتي احنا هنشوف العجينه بقت لمت معانا، فهي بقت ناشفه شويه،
فاحنا هناخد شويه العصير برتقال عشان نخففها. تمام، دلوقتي احنا هناخد بشر البرتقال وبشر الليمون وكمان المكسرات. زي ما احنا قلنا هناخد بشر الليمون وشويه منه هنسيبه، برضو هناخد بشر برتقال وحاجه بسيطه منه هنسيبه عشان هنستخدمه بعد كده في الديكور، وهناخد المكسرات ونخلط الحاجات على بعضها. دلوقتي احنا هنشوف العجينة، شكل العجينة معانا. لو هي ناشفة احنا هنزود عصير برتقال، لو هي خفيفة كده ولينة معانا مش هنزود عصير برتقال. برضو في حاجة يعني اوقات مثلا بجيب زبادي هو نشف شوية، تمام، فبرضو نسبة المية في الزبادي برضو بتحدد الكمية العصير برتقال اللي احنا هنحطه على الكيكة. فاحنا هنشوف دلوقتي العجينة، بس تقريبا عجينة كويسة، هنزود حاجة بسيطة من عصير برتقال. كده عجينة جاهزة عندي. هناخد احنا علبة، الشكل العلبة انتوا اللي هتحددوا بصراحة يعني، بس انا بصراحة بحب في الكيكة دي العلبة مستطيلة بتاع الانجليش كيك، بتدي شكل لطيف جدا خصوصا لما نعمل ديكور بتاعها، بس يعني مش مشكلة بصراحة. مش دايما تكون يعني كل ادوات المطبخ موجودة في البيت، مش كده؟ وشكل الكيكة مش مهم، اهم حاجة الطعم، مش كده؟ فاحنا هناخد العجينة وهنحطها واحدة واحدة في العلبة. خدوا بالكم العجينة هتنفش هتطلع، فاحنا مش عايزين نحط نكمل العلبة لغاية الآخر عشان العجينة ما تجريش مننا. تمام، شايفين في العجينة حتة في الالوان بتاعه المكونات اللي احنا حطينا فيها، في اللوز والفستق باينين وكمان البرتقال. خدوا بالكم برده في حاجه يعني دي سر صغير، مثلا لو في بنحط البيض على اي وصفه، في اوقات طعم البيض في الكيكه او في البسكوت او في مثلا في الكريم كراميل اللي بنعمله، يعني هو بيتعمل من بيض، بس في الاخر يعني زي تيست كده في الوصفه زي نفسها. عشان نضيع الطعم البيض بنحط البشر برتقال او عصير برتقال، هو بيحلي توازن الطعم تبقى حلو. فاحنا يعني كتير جدا لو تشوفوا احنا بنطبخ الكيكات كتيره جدا بنحط في الوصفات كتيره البشر والعصير برتقال. فكده عندي الكيكه جاهزه، هنحطها في الفرن. انا عملتها في العلبة مستطيلة، فاحنا دلوقتي هنحط الكيكة اهي، وعايزين هنزين الكيكة كمان بالكريمة. الكريمة دي انا عملتها قبل ما انتوا تيجوا في الصالون عندي. فالكريمة دي بنعمل ازاي؟ بناخد مثلا نفس الكمية الزبدة والكريمة الفيلادلفيا، جبنة فيلادلفيا،
بنخلط الزبده درجه حراره الغرفه مع جبنه فيلادلفيا وبنزود عليها السكر بودره لغايه ما يعمل كريمه. فاحنا بعد كده بناخد الكريمه دي، يستحسن الكريمه تفضل في الثلاجه شويه تمام بعد ما احنا خلطناها. خدوا بالكم لازم نخلط السكر بودره كويس، يتخلط كويس عشان خاطر اللي فيه اوقات قطعات كده اهوت يعني بتاعه السكر مش عايزه تدوب في الـ في الـ في الكريمه. فهناخد شويه وقت كده اهوت عشان نخلط كل حاجات على بعضها، وممكن نزود كمان في الكريمه شويه بشر البرتقال وبشر الليمون برده هتدي طعم لطيف تمام. ودلوقتي عشان نكمل الشكل بتاعه الكيكه بتاعتنا، انا كنت سايبه البشر البرتقال والليمون بالازد اهي، هنحط شويه بشر برتقال. عندي كمان شويه فوزدو زي ما احنا قلنا، هنقطع فوزدو قطعات كده اهوت، ممكن تضربه في الخلاط او ممكن يتقطعوا كده. فدوق ده حاجة انتوا احتاروا، ممكن تاخدوا الفوزدو وتضربوا في الخلاط او ممكن تتقطع كده، بس يعني انا حبيت اقطعه عشان عندي شكل حلو تمام. فكل الفوزدو دلوقتي هنحطه على الوش الكيكة تمام، وشوية البشر الليمون لونه حلو قوي برضو هيتحط على وش الكيكه.